عنديش بلونكو تاخد. رجعنا ثاني للقرايه. غير هو هذا اخر عام غادي ندير معكم فيه the first day of my university. لحقاش هذا هو العام الاخر ليا في القرايه، حيت انا هذا العام دوزيام اني ماستر، يعني هذا العام غادي نسالي القرايه من غير الدكتوراه اللي غادي ندير ان شاء الله، بس هالسيد ربي. ولكن for the moment هذا هو اخر عام ديالي للقرايه، سو العقبه لكم. اليوم قريه مع سعود العروب، اصلا انا ديما كنقرا مع سعود العروب، واليوم ماشي هو اول نهار ديال القرايه، كان البارح اول نهار ديال القرايه. وغتقولي علاش ما صورتيش البارح؟ لحقاش تخيلوا تعطلت باش نعس مع باقي النعاس ديالي مخربق واحد شويه، وفي العوض ما نمشي لالاغم وندير 6:30 6:35 مشيت كتبتها في النوت. ما عرفتش اش هاد الغباء جاني في الليل، تخيلوا باش انني نمشي ندير لالاغم، مشيت دخلت النوت وكتبتها في العوض ندخل لالاغم وندير 6:35 مشيت النوت ونكتب 6:32. زو النهار الاخر غالبا ما غاديش نفيق، اللي هو البارح فقت حتى لديك 9:50 بحال هكا، لقيت فات الحال سو داكشي علاش ما مشيتش البارح. ولكن اصلا كنت قريه الصباح واليوم قريه الصباح، وداخل عندي واحد لا موتيفاسيون هاد العام ما نقولش لكم. لحقاش هذا هو اخر عام عندي في القرايه، ابار على انه اخر عام عندي في القرايه خصني نجيب مزيان هاد العام باش يلا ان شاء الله ندفعت دكتور اللي انا باغا نقدر نتقبل. سو اي هاف ا لوت اوف ورك تو دو، هادشي غادي نجرو معاكم هاد العام. سو دابا جايز كندير ماي سكين كير روتين، اكثر حاجه ما كنزقلهاش هو نايت سكين كير روتين، والصباح ثاني سكين كير روتين. ما عرفتش علاش مي شحال نقدر نقول لكم انني نقدر نخرج ندير كريم ايدغاتون ونخرج. دابا لما درت 5 ديال لي ستيب اولا 6 ديال لي ستيب ديال سكين كير روتين ما غاديش نخرج من الدار. وهادي حاجه اللي تعلمتها في الصيف، الصيف كنت ما كنعش حتى كندير شي حاجه لوجهي، ماشي شي حاجه لا، كندير بزاف ديال الحوايج لوجهي، وثاني كنوض الصباح وكندير بزاف ديال الحوايج لوجهي. ولفت على انني بحال هكا نبقى ديما نتهلا فوجي. ويلي 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 هذه اصلا 7. باي ذا واي جايز غادي خصني نزرب لحقاش انا كنسكن بعيد على المدرسه، ولكن ماشي مشكل لحقاش ما غاديش نفطر اليوم. لحقاش البارح كنت عند الدونتيست بدلت لي السلك التحتاني ديال لي باك، هاد التحتاني بيسكلي ما كنقدر لا ناكل لا نعض، ميم سناني فاش كنت كنحكم راه كنحكم وانا كنتعذب. فتقريبا دابا السيمانه الجايه كامله ما غاديش نقدر ناكل، غادي خصني نبقى غنشرب ناكل شي حاجه جاريه دي بات شي حاجه بحال هكا، ولكن ما غاديش نخرج بحال هكاك، غادي نصوب ايس كوفي ولا شي حاجه غير باش ما تجينيش السخف وما تجينيش فاست ستيب ديال سكين كير روتين ديالي. لا باقي سان سكرين، ولكن دابا غادي ندير كريم ايدغاتون ومن موراها غادي ندير سان سكرين. غادي ندير مكياج ديالي لحقاش ما نقدرش نمشي ندير حتى المكياج ماعرفش، ولكن كنحس براسي الا كنت غادي نقرا وانا ما دايرش مكياج وما مقاداش شعري ولا لابساش مزيان غادي نعس، حيت فاش ما كتكونيش دايره مكياج كتقدري ديري ها تقدري تبقاي تحكي في عينيك، ما نقدرش ندير انا هادشي. لحقاش مشيت حتى درتو غادي نعس، فالله ما نمشي دايره مكياج ومشي دايره ماسكارا ومشي دايره علامه حتى لهنا. علاش؟ باش لا فكرت انني نبدا نحك في عيني ويجي نعس نتفكرني دايره ماسكارا ويخسر ليا مكياج. فانا كنفكر انا ذكيه انا عارفه، ولكن انا دايره بحال هكا نمشي ندرس بلا مكياج غير النهار ديال الاكزامان اولا شي نهار كنت مريضه، سينو الا كنت في النهار ديالي العادي بحال دابا فقت في الوقت وغادي نخرج في الوقت فضروري ما كندير مكياج وما كنلبس مزيان. انا اون جينيرال ما كنديرش فونديشن، كندير غير كونسيلر براوزر بلاش باودر، لحقاش كندير بزاف ديال سكين كير روتين فوجهي كيبقى يبري فكيخصني ضروري ندير باودر. كندير ايلاينر ماسكارا هايلايتر، هذا هو المكياج ديالي في المدرسه، مكياج كل نهار وصافي. كندير مرة أخرى كونسيلر لحقاش عندي لساغ واحد شوية باينين، تخيلوا أنني ما عارفة شي ماتيغ عندي، عندي دغوا دي بروسيجور كوليكتيف وغادي يقرايني راجل، عمرني ما قريت عنده سو إتس ذا فيرست تايم. كيفاش راجل غادي يقرايني بروف؟ ولكن زعما راجل ماشي مرة فهمتو. المهم باي ذا واي جايز أم سو إكسايتد لحقاش توحشت البرد، توحشت البرد، توحشت الشتا، طلع لي الحال سخون في راسي. فا أم سو إكسايتد تاني باش أننا نبداو نلبسو داكشي ديال البرد وتبدا الشتا، نبداو لي بوطات ونبداو نتكبطو. كيعجبني داك الجو، كيعجبني داك الجو بزاف وكنحس بلي داك الجو هو الجو ديال القراية، هو الجو ديال تفيقي الصباح. واو هذا آخر عام ليا،
فرحانه ان ات سيم تايم بقى فيا الحال ديال لحقاش كيفاش اخر عام تو بيسكلي اليوم قاريه غير الصباح وغادي خصني فاش نخرج من المدرسه شنو غادي خصني ندير ونمشي ناخذ الادوات يعني ناخذ السيلوات ناخذ الادوات ناخذ داكشي لحقاش النهار الاول ديال المدرسه لما درت هادشي كنحس راسي بلي هذا ماشي النهار الاول ديال المدرسه لا تخوس ديالي ديال العام اللي فات ما عرفتش فين توترات غادي خصني ناخذ تخوش جديده ناخذ ادوات غادي ناخذ غير السيلوات ما نديش معايا غير السيلوات زرق ونخرج انت ماشي زوفري المهم لكن الدراري كيتفرجوا فيا هاي ولكن زعما دابا كنهضر مع الناس ما تخرجش غير بالسيلو الزرق تمشي للمدرسه نو ليك خدي بلونكو هادي هادي في البينك هادي في هادي هادي حاجه كتموتيفيك فاش كتشوفي السيلوات فلي كولور وتشوفي بلونكو وتشوفي هادي وتشوفي هادي كتقولي خصني نكتبهم سوا شي حاجه كتموتيفي فما تمشوش ليها بالسيل الزرق ورقه ولا تمشيو حتى تما وتسلفوا اولدون جايز ذيس از ماي ميك اب جاتني غادي خصني نشوف واش كاين البرد اولا كاين الصهد واحد شويه باش نعرف شنو غادي نلبس وغادي نخرجوا للبالكون نشوفوا الجو كيفاش داير ملي عرفتوا شحال ما فقت في هذا الوقت هو ما كاينش الصهد وما كاينش البرد ولكن ما عرفتش شنو غادي نلبس من بعد واحد 4 ساعه وانا واقفه ما عارفه شنو نلبس ولبس جايز جينز عادي على هكا لا كولور ديالو نورمال ولبست شوميز وعقدتها من هنا سو اتس بيسك دابا ما غاديش نقاد شعري ولكن نقاد هاد جوج زغبات القديمين لحقا جاوني منفوخين سويا كنخرجوا وكنساو ما كنديروش الجلوه وكنكونوا معطلين ضروري اين الصال شوفوا شعر هي باش حد زوين غادي نمشيو دابا لونشون غادي ناخذ ساك فكنو لي طون دابا غادي تاخذ ساك لي وراي عندك والله حتى زوين هذاك ديال الشارفات شكون لي خصها تشري السيلوات انا سو جينا ناخذو سيلوات اي خصني ناخد سيلوات من جارة من جارة عندي سيلوات وبلونكو شكلك على
ربي راك سالت ديما مو كتبقاي شدي غادي نشوف غادي نشوف واش هادي كتنصب عليا باغا تعطيني قلم ب 10 دريال وباغاني نتكى انا لله بنجبد لها ستيلوات شوفي خصني نجح في الدكتوراه باش اللي بغى يتموتيفي يقرا يمشي يجري الادوات اللي كيعجز يقرا يجي يشري الادوات ما يبقاش معايا هايز دابا انا ما عرفتش انا وحدي انا ناخذ تي صبري ما عرفتش واش ناخذ هادو اولا ناخذ هادو راك ديري دابا اشهار خصني نخلصو خصني نخلصوني هي جايباني تمام خصك تخبري بيا تعرضي عليا رانا معارضه عليك انا معايا الدار واش غنبقى في الدار حيوطه راه فيه الجوع غنشري لك ريبي راه عندي ريبي دابا اختاري معايا وحده هذا ياك ولا ما كتبوش نخشيو خديتي بلونكو ما غنعطيكش بلونكو والله ما غنعطيك بلونكو ليتس جو ما غنعطيكش بلونكو شوفي غنعطيك قلم رصاص واحد فيه مي مساحه عرفتي ولقاك شنو درتي في الطامك هذيك التروس مع شريطه كبيره حيت خدات تروس كبيره كتشفر لي الادوات كبيره كذابه واش كتشفر لي الادوات قسما بالله العام اللي فات ما شفرتيش لي الادوات خصني ناخذ الكفته تاع انا باي دو واي جايز اش عندي هيبه غادي نطيبو نطيب ليها الغدا راه حقاش حيت خلاتني بلا غدا انا خليتك بلا غدا مشينا تقدينا مشينا قدينا غراض مشينا شنو غراض مشيت انا معاك تقديتي الغراض ديالي وراه غندق قلم تو جايز دابا غادي نطيبو الغدا غادي نديرو الصوصات غادي نقليو نقليو على الفخيت وغادي نقطعو الموم كزها وسيز نار هوم ويداوت ماي بيبي يور سلاين جيرل انا من لو جوغ اللي فاش كنفيق الصباح بكري كتكون عندي قرايه ولا شي حاجه نمشي للمدرسه وكنرجع كيخصني اون فوا ندخل للدار نحيد المكياج ما كنبقاش مسح من المكياج يبقى على وجهي سو سوا كندير ماسك سوا كندير شي حاجه ولكن دابا درت سكين كير روتين ديال الليل واخا باقي النهار باقي العشيه سو حيدت عليا هاد ليطاب باش ندوزو لحاجه وحده اخرى لحقاش وي هاف ا لوت اوف ثينكس تو دو شعلت جايز الشميعه تما ات لوك سو كيوت سو بيسيكلي جايز انا كنت مسافره ولقيت شحال من حاجه تقادت ليا لحقاش كنت مسافرت مع الدار السنه اللي فاتت ونسيت وما تقديتش فاش رجعت سو خصني دابا السباكيتي خصني لي بات خصني شحال من حاجه سو دابا غادي ندير ريستوك ديال داكشي اللي وديجا هنا وصلتني التقديه لي كومونديت لحقاش كومونديت التقديه ما مشيتش تقديت حيتاش ما عنديش الوقت ودابا جايز غادي ندير لكم اول ديال داكشي اللي خديت التقديه ديال الدار ما كنتقداش ديما ولكن ما عرفتش لاحظت انني فيما كندير لكم فلوغ كنكون كنتقدى لحقاش كنتعطل باش ندير لي فلوغ ولكن دابا مابقيتش غنتعطل لحقاش صافي رجعت للدار رجعت للقرايه رجعت شحال من حاجه ما كنبقاش نمشي من هنا لهنا سو دابا بزبني غنبدا نفلوغ لكم لحقاش لايك اتس ماي ديلي لايف خديت هاد الفريزيان بحال هكا صغيوه هذا غادي نديرو دابا في ميكات وغادي ندخلو للفريغو اولا للثلاجه باش نبقى نهز كل صباح وحده ونفطر بها ولا نتغدى بها ما كنبقاش اشاك فون تقدى الخبز لحقاش من حدايا انا هنا حتى شي باتيسري حتى شي حاجه نيكست خديت اندومي انا ماشي من لو جوغ اللي عزيز علي اندومي ما كنحملش اندومي ولكن بعض المرات كيكون فيه الجوع بالليل انا ساكنه بوحدي ما كاينش ما نقول لها ماما فيه الجوع دير لي هادي ضل كنقرا ماما صوبي لي هادي ما كاينش دابا بالزمن غير خصني نطيب راسي شي حاجه فنقدر ندير اندومي بحال هكا ايفيت في نيكست عندي هنا فلفله ندير دي بات بالكفته ونحك معاهم فلفله انا ما كناكلش فلفله ما كناكلش الخضره مي بغيت نجرب المذاق ديالها في لي بات كيفاش غادي يكون نيكست جايز خديت ماطيشا خديت البصله خديت خيزو هنا خديت باكيتي وغتشوفوني خديت جوج من الحاجه لحقاش فاش لي بقيت تقدا كل مره سو غنخليهم عندي مستوكي نيكست خديت هاد لي بات اللي كيكونوا دايرين بحال هكا اخر حاجه خديت هادو ديال الحلوى تقول لي دابا انت حلاويه كتصوبي الحلوى لا ولكن كنبغي نصوب البغرير سو هذا غادي يخصني البغرير غادي يخصني السميد الحرش والسميد الرطب ما عرفتش كيفاش كيقولوا لهم ولكن خصني داك الحرش وداك اللي بيض وخديت هاد الطحين الحرش ذات از جايز هادشي اللي تقديت دابا غادي نستفو كل حاجه في بلاصتها So now, but now you're older, you find that sometimes you wish you had stayed a clown, never ever knowing where you're coming or going. And right now, that sounds like Ray's idea. But hey, let's not get down about being a clown or running away from town because you eat so well and your friends can tell.
tell when that pastry's oh so brown. Never ever knowing whether you're coming or going. كم اولجي داكشي اللي خديت للقرايه بحال الخوص بحال السيلوات بحال داكشي. اول حاجه من المرجع اول حاجه خديت السيلوات في دي كولور فيهم الخضر فيهم الزرق فيهم الاحمر فيهم البينك فيهم الخضر فيهم الليموني. المهم السيلوات عاديين ندير الكتبه ديال المعقول. خديت السيلوات واحد في الزرق واحد في الخضر واحد في الكحل وواحد في الاحمر لحقاش هاد اربعه هما اللي كنكتب بهم بزاف وهادو مره لبيت نزوق. نيكست جايز خديت بلونكو اخيرا خديت بلونكو هاد العام اول ميك شور باش تجي واحد ما يشفروا ليا وانا عارفه هي باغا تشفروا ليا لحقاش هي ما خداتش بلونكو هاد العام وانا اللي عندي بلونكو دوكو غدير فهاد الخوص ديالها وغديه ولكن والله كانت نيكست خديت ثلاثه ديال الاقلام واحد غنعطيه هيبه. نيكست جايز غادي ندوزو ليفتيز وخديت منها لا تروس مشيت للمينيسو باش ناخذ لا تروس ما لقيت حتى شي تروس كتحمر الوجه. ايت سو كيوت. نيكست خديت ديفيريسون. انا نورمالمون كندير تو دو ليست ديالي التليفون كندخل نوتس وكنكتب تو دو ليست ديالي داكشي اللي خصني ندير كل نهار. سو جايز دابا خديت هادي كتجي بحال هكا في الايام ديال الاسبوع هنايا وفي هذاك الشيء اللي كيخصكم ديروا هنايا. سو غنبقى نكتب كل نهار اشنو غيخصني ندير. هي واحد الحاجه اللي خايبه فيها سي كيفاش كتكتبي ما فيهاش زعما شي حاجه بحال هكا باش غادي ندور الورقه ويبقى عندي داكشي اللي كنخصني ندير في السيمين. لا فاش كتسالي كيخصك تلوحي عصو دابا لي دابا ضاع. نيكس غادي ندوزو للحوايج ولي هما داخلين في القرايه حوايج وداخلين في القرايه لحقاش هادشي غنلبسو في المدرسه. اول حاجه من لافتيز خديت صمطه في الكحل لحقاش عندي صمطه في الماغو سو كنخصني ناخذ سميطه اند ات سو بريتي. هادي خديتها في الاس ام. داين خديت جوج ديال الجوجينغز خديت واحد في الكري وواحد في الكحل. علاش هادشي للمدرسه لحقاش بعد المراش كتكون مراشقه شي انين باش شي حاجه كنوض الصباح كاعيه كنهز كنلبس الجوجينغ في الكري اولا الجوجينغ في الكحل وكنزيد فوق منه قبيه اولا تي شيرت وكنخرج بحال هكا وعندي ما يبقاو في اسفي. فاش كنت مشيت اخر مره لاسفي خليتهم تما لحقاش جبت حوايجي كامل وفي اسفي ما بقى عندي حتى شي حاجه فخليتهم تما باش فين ما نمشي نلقى ما نلبس. واخر حاجه من ليفتيز خديت شوميز في البيض ما غاداش تبان لكم هنا لحقاش اصلا الحيط بيض وكل شيء مي خديت شوميز في البيض. هذه كتجي سامبل بزاف نقدر نلبسها مع سروال كحل سروال جين ندير معها سميطه اند ايفريثينغ كتجي سو سامبل. ونسيت نوريكم واحد الحاجه خديت من موموسو مشيت خديت هذوك ديال الوجه اللي كتحيدو بهم الشعر من الوجه لحقاش تقلاو ليا. درتي جايز هادشي اللي خديت للمدرسه هادشي اللي خديت في الحوايج هادشي اللي خديت النهار الاول ديال المدرسه. دابا غادي نوضو نديرو الحوايج في ماكينه الصابون نصبروهم باش نشرهم لحقاش انا الشمس كتصبح عندي هنا غمع الصباح سو خصني نشرهم في الليل باش الصباح تصبح عليهم الشمس فهمتوا. Thank you.